وابا اقسم بالله بنت اخوك جاي لو ما احترمت نفسي لا تقع لك رقبتي. ما انا عارفك ما كنتش عاوزها من الاول انت، بس بنت عمك يعني عارك لازم تاخدي. انت لازم تاخدي بنت عمك. بنت عمك بنت عمك عم انا دي معاك يا عبدو. انت جوزتها غصب عني وقلت ماشي، كنت بحب واحده قلت لي سيبك منيها وقلت ماشي. فهمتك. كنت اسكن برا البيت قلت لي اعمل لك شقه معانا في البيت قلت ماشي. بعد كله تقول لي ادبي وانا سيبها؟ ده نقطع رقبتها هي وابوها. طب عاوز اسالك سؤال انا كده دلوقتي، قول لي ها دفعت قرش في الجوازه دي ولا انا جوزتك على حسابي؟ ما انا اهو جايب إيه لك فلوس المأذون. جايب لك فلوس اهو تديها للمأذون وتطلقني منها زي ما انت جوزتني اطلقني منها. يا ولدي يا عم انا مش عاوزها، انا عايز اطلقها. كرهتي. طب العيال اللي جبتي؟ العيال هم قاعدين معاك مش جوازتكم؟ مش انتوا غصبتونا عليه؟ ها يا ولد مش قاعد تقول خد بنت عمك خد بنت عمك. طب اهدى شوي اهدى، دي عارك عارك وبنت عمك من لحمك ودمك لازم تاخدي. والله العظيم كان يوم مقيم بطين لما انا حطيت يدي في يد ابوها، كان يوم مقيم بطين لما انا سمعت كلامك. طب والله العظيم الغريب احسن. عارف الناس اللي قالت لك الغريب احسن عيلة العم؟ لا ما ها المشاكل بتدب 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 وتيجي فوق دماغني، صح ولا لا؟ والله العظيم الغريب احسن. يوم ما هتيجي تتكلم معاك ليها اب ليها اخ تعرف تتكلم معاه، يا اخي تيجي تتكلم مع حد قريب منك ده بنت عمك ده مش عارف ايه من لحمك ودمك. طب انا هقول لك على حل. هقول لك على حل. خد هقول لك على حل زين. يا عم انت اتجوز ثاني وسيب بنت عمك في البيت يا لا اطرح بيت ابوها وانا هجيب البيت. طب غور يا عبدو واتجوز بعد عني يا عبدو غور.